السلام عليكم. في الفيديو اليوم إن شاء الله راح أعلمكم على تكنيك وطريقة جدا مميزة للبطاطس المشوي بالفرن، راح يكون مقرمش وصحي ولذيذ ألذ من البطاطس المقلي بمراحل. طريقتها جدا سهلة وإن شاء الله تحبونها. راح نبدأ أول شيء بسلق البطاطس في قدر على النار. راح أحط موية مغلية، أضيف عليها ملعقة صغيرة ملح وملعقة صغيرة بيكنج صودا. ليش أضيف بيكنج صودا؟ لأني أبغاها تسرع لعملية السلق. وغير كذا راح تضيف طبقة أو غلاف على البطاطس، هو اللي ساعدني أنها يخليها مقرمشة مرة. فالبيكنج صودا مرة مهم أن نحطه لما نسلق البطاطس. الحين راح في مقلى النار راح أحط زيت زيتون تقريبا ربع كوب، أضيف عليه فصين ثوم مهروس وبهارات إيطالية. سبق وسويت لكم طريقة البهارات الإيطالية في فيديو سابق. لو عندكم روزماري ممكن تضيفونه، يكون فريش. وأيضا راح أضيف فلفل مجروش، طبعا اختياري إضافة الفلفل المجروش. راح أحركهم كلهم مع بعض. هنا لاحظت أن الزيت شوي قليل علي، فزدت زيت زيادة. وأيضا راح نحط رشة ملح ورشة فلفل أسود. الحين راح أشيل الثوم والبهارات الإيطالية والفلفل المجروش وأفصله عن الزيت، لأني أبغى أحط الزيت مع البطاطس المسلوق. لو أضفت الثوم والبهارات الإيطالية معاهم راح يحترقون بالفرن، فما راح يعطوني نكهة حلوة. فراح أخليهم على جنب، بعدين راح أضيفهم بعد ما يطلع البطاطس من الفرن. الحين في بعدة كبيرة حطيت زيت زيتون اللي منكه بالثوم والأعشاب، حطيت عليه البطاطس المسلوق وحركتهم بقوة، يعني لا تكونون رقيقات أبدا، بأجفس ما عندكم حركوا البطاطس. راح ينهرس شوي، بس أنا أبغاه شوي ينهرس لأن هذا راح يساعد إنه يخليه مقرمش. فهذا هو شكل البطاطس بعد ما خلطته مع الزيت زيتون. في صينية راح أوزع البطاطس وأحاول إني ما أخليهم واحدة فوق ثانية، راح أفرق بينهم. فنوزعهم كويس بالصينية، ندخلهم الفرن على درجة حرارة 200 مدة تقريبا نص ساعة إلى 40 دقيقة، على حسب حرارة الفرن، بس لين يتحمر البطاطس تماما ويصير لونه ذهبي. الحين هنا البطاطس خلص عندي لونه ذهبي وجدا جميل. راح أضيف عليهم الأعشاب والثوم اللي عزلتها من قبل، فصلتها عن الزيت. الحين راح أضيفها، أحركهم كلهم مع بعض. طبعا أضفت كزبرة، راح أحركهم كلهم مع بعض، وبكذا يكون البطاطس عندي جاهز. جدا طعمه لذيذ بشكل ما تخيلونه، مقرمش وصحي. هذا أحلى شيء إنه صحي، يعني ما هو مقلي، وجدا طعمه لذيذ. متأكدة انكم راح تحبونه وراح تدمنونه مثلي. فلو حبيتوه اتمنى انكم تسوونه وتجربونه وتقولوا لي رايكم فيه بالتعليقات تحت. ولا تنسون تصورون ترسلوا لي على حسابي في انستغرام وتويتر، رابطهم تحت في صندوق الوصف. ولو ما كنتم مشتركين في قناتي لا تنسون تضغطون على زر الاشتراك. وبس احبكم، مع السلامة.